بعد ما قلب رامز في الشلال معلومات لا تعرف عن وائل جسار الطفل المعجزة، واحد من أشهر المطربين اللبنانيين الذين قدموا إلى مصر وحققوا نجاحاً كبيراً في مسيرتهم الغنائية بعدما ذاع صيتهم في مختلف أنحاء الوطن العربي. ظهر في برنامج رامز في الشلال ضمن الضيوف الذين يستهدفهم رامز جلال في برنامجه على مدار أيام الشهر الكريم. وائل جسار من مواليد يوم 22 من نوفمبر عام 1976 في محافظة البقاع اللبنانية. بدأ مسيرته الغنائية في عام 1986 ليصبح خلال سنوات قليلة واحداً من ألمع نجوم الطرب والغناء في الوطن العربي، خاصة وأنه قدم ألواناً مختلفة من الغناء بما فيها الأغاني الدينية من خلال ألبوم في حضرة المحبوب عام 2010 والجزء الثاني منه في عام 2014. بدأ وائل جسار مسيرته الفنية مبكراً حيث لم يكن عمره قد تجاوز 8 سنوات عندما كان يذهب لإحياء السهرات الفنية بعدما سمح له أهله بالغناء في أوقات فراغه حتى لا تتأثر دراسته التي توقف عنها فيما بعد خلال مرحلة الثانوية. نظرا لعشقه للموسيقى درس وائل جسار على أيدي جورج روفايل ومحسن معوض فنون الموسيقى، وتعلم عزف العود الذي كان يقدم من خلاله الحفلات في قريته التي كان يقطنها في لبنان، حيث اشتهر فيها بترديد أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب. لاحقاً قرر وائل جسار أن يشترك في مهرجان غنائي محلي أقيم في منطقة رياق بمحافظة البقاع وحقق فيه المركز الأول ليخوض التجربة مجدداً في برنامج الحروف تغني وينال إشادة كبيرة من الحاضرين بإمكانياته الصوتية وأطلقوا عليه لقب الطفل المعجزة. في عام 1986 بدأ وائل جسار أولى خطواته الفعلية نحو الشهرة بعدما أطلق ألبومه الأول الذي كان بعنوان كلمة وداع، ثم زي العسل وماشي في عام 1996 ليحقق انتشاراً واسعاً من خلال ألبوم الدنيا علمتني في عام 2001 وتوعدني ليه في 2008 وعمري وذكرياته في 2016. لم تقتصر تجربة وائل جسار الغنائية على الألبومات الرومانسية والغزلية فقط، بل نجح في اختراق مجال الأغاني الدينية من خلال ألبوم في حضرة المحبوب عام 2010، وقد حقق وائل جسار نجاحاً كبيراً في هذا النوع من الأغاني. خلال هذه المسيرة الغنائية الناجحة أعلن وائل جسار اعتزاله الغناء مرتين، الأولى كانت خلال فترة المراهقة حيث كان يشارك في إحياء العديد من الحفلات الغنائية، لكنه قرر خلال مرحلة التحول من الطفولة إلى الشباب الابتعاد عن الغناء بسبب بعض التغيرات في صوته، وكانت المرة الثانية التي اعتزل فيها الغناء خلال انشغاله بأداء الخدمة العسكرية. على المستوى الشخصي تزوج وائل جسار عام 2005 من ميري مقداسي وأنجب منها طفلينهما وائل جونيور ومارلين، ولا يزال المطرب المميز يقدم الكثير من الأعمال الناجحة بعد أن حقق انتشاراً واسعاً على مستوى الوطن العربي انطلاقاً من مصر.